السلام عليكم الأخوات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتشوفوا هذا الفيديو من الأول للأخير. مرحبا بكم في قناتي، قناة أم إسراء سهل وسريع. نبدأ الفيديو ديالنا كيف العذاب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله. فاليوم بحول الله غادي نشارك معكم روتيني اليوم الجمعة. كيف كتشوفوا هنا أخواتي، فهنا فقنا بكري، هذه دابا العشرة تقريبا، لبست وليداتي وخرجت باش نسخر، وقلت نخرجهم في يدي، قدر في العشية ما نلقاش الوقت باش نخرجهم يشوفوا الشميسة، ما حد الشميسة كتكون يعني مقيلة باش يشوفوا شوية، ولكن مع الأسف خرجنا مزروبين نسينا الديدرات، فممشينا فين غير قدامي في داك الرياض اللي قدامي. خليتهم واحد ربع ساعة تقريبا، قلت لهم يعني يجري ويشوفوا هكذا شوية مباشرة في الشمس. هانتوما أخواتي الغاليات، ومن بعد أخواتي عاد غادي نمشي باش نجيب الخضيرة إن شاء الله نسكسو، وغادي نرجع للدار. كيف كنعرفوا جميع أن يوم الجمعة ليس كسائر الأيام العادية، هادشي كله خصنا نربيه ونعلموه لوليداتنا، أن هاد اليوم هذا يوم عيد بالنسبة لينا حنا كمسلمين، يعني فيه بزاف ديال الحوايج، فيه مثلا الإغتسال بالنسبة للكبار وحتى الصغار إلا بغيتي تربيهم وتولف لهم، كنلبسو فيه يعني ملابس نظيفة وملابس تليق بهذا اليوم، وكذلك أن كيكون الإكثار من الصلاة والسلام على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، عندنا فيه أجر عظيم، وبزاف الحوايج خصنا نعلمهم لوليداتنا يعني باش كنربيهم على الدين ديالنا. كيف كتشوفوا أخواتي، من بعد ما دازت ربع ساعة تقريبا خليت الوليدات يلعبوا، ومن بعد دزت للخضار جبت الخضيرة ديال السكسو ورجعت في حالي للدار باش غادي نصايب لهم الغدا إن شاء الله بحول الله وقوته. كيف كتشوفوا اخواتي هنا، فانا درت الحمايه ديالي كتقلى وقطعت الخضيره عملتها في هذا البانيو، غادي نزول. كلكم كتعرفوا ما شاء الله تبارك الله يعني النساء المغربيات ما شاء الله كلهم حدقات بدون استثناء، الا ان البنيتات يعني المبتدئات يعني عاد تزوجوا الى اخره، باقي عيتعلموا يقدر يستفدوا شي حاجه من هذا الفيديو ومن هذا الكسكس. فقط انا كنشارك معكم اليوميات ديالي يعني بكل بساطه. كيف كتشوفوا اخواتي الغاليات، فانا عملت الخضيره تما في ديك البانيو غسلتها، الخضره كلنا كنعرفوا خضره سكسو يعني الكروم واللفت والجعده، كاين اللي كيعمل حتى الدنجال، كل واحد يعمل داكشي اللي بغاه، فليفله حاره والقرع الحمراء والخضراء خلاص راه ما يمكنش نستغناو عليهم. كيف كتشوفوا هنايا عملت واحد الطريف ديال اللحم، غير انا وليداتي الزوج ديالي مسكين ما كيجيش يتغدى، يعني نخليو له شي طريف حتى العشيه، فعملت على قدي انا وليداتي كيف كتشوفوا، وانتم يمكن لكم تضاعفوا الكميه كيف ما بغيتوا. كيف كتشوفوا هنايا، فخديت داك الطريف ديال اللحم عملت شلطت عليه واحد البصله اللي تكون يعني متوسطه الحجم، وعملت طريت قد الملحه باش يجيني داك اللحم يعني لذيذ، وخليتها كتقلى مزيان مزيان على خاطر. كيف كتشوفوا هنايا، فمن بعد ما تقلى لي اللحم ديالي مرقت السكسو ديالي على هذا الشكل، وعملت الخضره، عملت هذاك الجعده وعملت الفيته، عملت الكروم وواحد البطاطا بالنسبه للوليدات اللي كيحبوا البطاطا، فكنعمل لهم واحد البطيطه صحيحه حتى هي كتعطي واحد لوكو زوين وكيتعجب الوليدات. في هذا الاثناء كيف كتشوفوا اخواتي، فانا من الناس اللي كيديروا هكذا مطيشه صحيحه، كنخليها تطيب حتى الاخير، ملي كنضيف ديك القرع حمراء وخضراء عاد كنطحنها وكنردها في الطنجره باش كتعطيني واحد المريقه خطره وواحد المذاق رائع. كيف كتشوفوا هنا، فبالنسبه يعني الكسكسو كاين اللي كيغسلوه كاين اللي ما كيغسلوش، انا من الناس اللي كيغسلوه باش يمشي منه الغبره، وكذلك كيجي زوين. كنغسلوه كنبدا يعني نخليه واحد شويه كنرجع كنلقاه نشف، كندير معلقه د الزيت وكنبقى هكذا كسكس بيدي باش هذيك كل حبه كتلبس لي بالزيت باش ما كيتعجلش، وعاد كنردو باش كيفور الفوره الاولى اخواتي الغاليات، ومن بعد كنردو عاوتاني القصريه وكنزيد الماء وكنبللو مزيان. هنايا كيف كتشوفوا، بعد ما يعني طابت لي الخضره اللي قاصحه، عملت ديك التعده ديالي عفوا عملت هذيك
القرعه خضراء والقرعه حمراء وهذيك الفليفلات، حتى الناس اللي ما كيبغوش الحار فلا داعي انهم يعملوا الفلفله، فانا كتعجبني لا الرائحه ديالها وحتى يعني الحار كيعجبني بصفه عامه في جميع الاطباق ماشي الا كسكس. هنا يا اخواتي وجدت الكسكس ديالي، فسقيت انا وليداتي في هذه القصريه صغيره وسقيت الزوج ديالي في هذاك الطاجين. فتقولوا لي علاش سقيتي في الطاجين؟ في الطاجين اخواتي باش ملي كيجي الزوج ديالي في العشيه كنشعل الفران وكندخلو كنشعل ليه من الفوق والتحت وكيسخن ليه من الداخل من الفوق من التحت، كيجي ما شاء الله تبارك الله. هذا علاش ما كنخليش يعني نخلي له المرقه بوحديتها ونخلي ديك السكسو بوحدو، ملي غيجي في العشيه غادي يكون يعني واحد المشقه. غادي نسخن الطنجره ديال المرقه بوحديتها ونسخن الطنجره عاوتاني نشعل على الكسكاس والبرمه باش يعني باش يتبخر لي هذا الكسكسو. فكنعمل هذه الطريقه، هذه تقدروا تستافدوا منها الا بغيتوا تخليوه لشي واحد كنخلي فيه، وملي كيجي الزوج ديالي كنشعل الفران الفوق والتحت ديال الضو وكنحطو في الوسط فكيسخن من جميع الجوانب، كتسخن الخضيره كتسخن الحيبه كيسخن حتى من التحت ومن الفوق من داخل كل شيء، كيجي ما شاء الله بحال اللي عاد سقيتيه. ها انتما اخواتي نزلت انا وليداتي كناكلو، الا انه ما شاء الله تبارك الله كيف كاش ترجع الدنيا بسكسو. هذيك وسط الدار اللي كناكلو فيها كلها كترجع من بسبب سكسو، حيت اش كنت عارفه الوليدات الصغار كياكلو ويشيرو الدادر كل شيء توسخ الحوايج الارضيه الفراش السدادر كل شيء يعني كيولي حاله بسكسو. ولكن ماشي مشكل، الاهم ان الوليدات ياكلو ويشبعوا. كنوض كنغسل لهم وجههم كنطرف لهم عاد كنرجع باش كنجمع ديك الشيء. هنايا من بعد ما كلينا وقلنا الحمد لله والشكر لله، اللهم أديمها نعمه واحفظها من الزوال، إسراء بنتي ولات مدمنه على شي حاجه سميتها الحنه، غير كتحيد لها يديها كتبقى ترغبني عفاك ماما اعمل لي عفاك ماما اعمل لي. فمن بعد ما تغدينا قلت راه نتمنى شويه شرتاح، فقلت إسراء عافاك ماما ما عندك شي شغل، عافاك ماما نوض اعمل لي الحنه نوض اعمل لي الحنه. فنوضت على سعدي ويدي وخلطت واحد جوج معالق الحنه ولقاش الإسراء الجديدات ديالها كيف كتشوفوا، عملت لها شي حاجه خفيفه غير هكذا باش تهنيني بالصداع وصافي. ها انتما اخواتي ففي العشيه خرجهم وفين ديتهم واحد الرياض واعر واعر ما شاء الله تبارك الله. بالنسبه لهاد الرياض اخواتي هو اللي كيتواجد فيلا فيستا، ما عرفتش شكونو كتعرفوه، المهم في مالاباطا كنمشيو حتى الاخر. المهم ديك الرياض كيتسمى الرياض ديال فيلا فيستا. بالنسبه لي انا كنمشي في المرا 20، المرا 20 كتحطني اخواتي في طنجه الباليه اخر برده، وكنزيد واحد 4 ساعات تقريبا على رجلي ولا 10 دقائق عاد كنوصلوا. راه تما عملوا كذلك واحد السيركو مزيون، السيركو اللي كان تحت حدا المحطه التران فردوه لتما. وهاد الجريده هادي واعره اخواتي، هاد الرياض ما شاء الله في العاب فنين شي حاجه واعره، الرياض كبير ما شاء الله تبارك الله. زعما الوليدات عجبهم الحال وبقاو كيلعبوا في العاب روعه روعه والعاب جدادين وكل شيء بطل ما شاء الله تبارك الله. فالوليدات فرحوا به، ممكن تدي وليداتكم يلعبوا تما فراغ غادي يعجبهم الحال. الناس اللي عندهم طوموبيل راه غيسولوا وصلوا مالاباطا وبقاو يسقسيو على الرياض الجديد عاوريوه لهم، والناس اللي عم يشوفوا الطوبيس. فبالنسبه ليا انا في يعني في التراجي ديالي كنمشي في النمره 20، والناس اللي يعني في شي بلاصه اخرى الله اعلم. هذا ما كان اخواتي، فهذا الرياض رائع جدا جدا صراحه مزيون بزاف فيه الالعاب صراحه، الوليدات عجبوهم بقاو كيلعبوا كيهبطوا من هذه ويطلعوا في هذه. الا اننا حنايا ما شاء الله تبارك الله خصنا شويه النظام، خصنا ننظموا شويه صراحه. هنايا الدوله في هذا الرياض بالخصوص راه عملت معنا الجهد وكثر من الجهد، يعني الالعاب كلهم كاينين، حتى البلاصه ديال الناس اللي كيديروا الرياضه، حتى بالنسبه لديك البيكالات الناس اللي بغاو يطيحوا الكرش اللي بغاو يمشيو في الصباح بكري يلعبوا تما اولا يترينيو تما، فراه ما شاء الله يعني واحد المتنفس اللي هو رائع جدا.
اخواتي غير بالنسبه لي حنا خصنا نضعف في هذا الرياضه هذا ما شاء الله عامر بالالعاب، ولكن هكذاك واحد جوج نسا ماشي يتنتفوا علاش على هبطتي ولدي وطلعتي ولدك، اللي كيطلع لشي حاجه ما كيبغيش يهبط بحال اللي راه ديالو بوحدو وهي راه هذه ديال الجامع. هذا ما كان اخواتي، احبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم.